يعني ممكن الولد ياخد اللبن النهارده بعد 5 6 ايام يبتدي يتحس، والام تتوه ولدرجه ان هي ما تعرفش هو منه ولا مش منه، مش منه لان هي مش فاكره. اه طبعا. وفي الميكس اللي هو بيجي لك الاثنين مع بعض، بيجي لي شويه اعراض اول ما اخد اللبن على طول وتفضل مستمر او تزداد بعد اسبوع او بعد 10 ايام. وبالتالي التعامل معاها لازم يكون واضح، الاوحش والاصعب والاحلى في نفس الوقت هي اللي بتبان في وقتها، بعد 5 دقائق بانت على طول. دي بتبقى عنيفه وتبقى حاده بس ظريفه. ازاي؟ خلاص الام وضحت لك. برافو عليك. الام على طول عرفت، انا اول يا دكتور حتى وهي راح للدكتور اول ما بديله بق اللبن بيعمل لي الحركه دي. ايوه بس كده. فخلاص فهي ساعدت هي الدكتور. هتساعد الدكتور اصلا. انما التانيه اللي بتيجي بعد اسبوع دي بتقعد تحكي له تاريخ مرضي كبير جدا وكل كذا وعمل كذا وعمل كذا، مش هتعرف والدكتور مش هيعرف. عشان كده دكاتره الاطفال بالذات الحاجات دي لازم يكون مركز معاها قوي، وغالبا بيعرفوها بالاكسكلوجن اللي هو خد العلاج ده، انا شاكك، انا تاريخ مرضي كويس جدا، وبيجرب. بيبقى حلها ايه في كل الوقت او في كل علاجاتها او في كل ظروفها؟ المنع. امنع الحاجه دي على طول. اللبن البقري مثلا بيعمل له حساسيه، الزبادي بيعمل له حساسيه، انا خلاص منع. منع. واللي يهمني اكتر ان انا امنع بجد. يعني تلاقي الام مثلا اللي بترضع ابنها منعت اللبن عشان الدكتور قال لها لبن البقر اللي انت بتشربيه بينزل في لبن الام فبيجيب حساسيه للولد، فهي حبيبتي من غير ما تعرف تروح واكله جبنه مثلا او تروح واكله زبادي، هي خلاص حاطه في دماغها ان الجبنه فيها لبن بقر. بالظبط. في بعض بيحصل كروس لينك كمان ما بين الاكلات وبعضها. لو انا عندي حساسيه من كازين اللبن اللي هو في الاصل بروتين، فوارد اللحمه اللي هي بروتين يحصل كروس لينكينج ما بينهم ويحصل لي برضو حساسيه. الصويا عشان كده برضو في التعليمات اللي احنا بنقولها في الاول خالص، شيل اللبن وشيل اللحمه وشيل الصويا، الحاجات اللي فيها توافق او شبه بعض او ممكن جهاز المناعي يختلط عليه الامر ويفكر دي مكان دي او دي شبه دي. وبالتالي العلاج الاول والاخير والامثل هو منع المسبب. بس منع المسبب لغايه فتره معينه، ومن حسن الحظ ان هو ما بيستمرش، يعني فئه قليله جدا جدا اللي بيفضلوا عندهم تحسس من اللبن، ولو فضل موجود خلاص بنفضل منعينه، انما هو معظمهم خلال فترة سنه بسيطه بس من خلال سنه وجهاز المناعي بيتكيف مع الموضوع ويتعامل معاه وبيدوا بدايل. يعني لو السبب الام خلاص يا ام انت امنعي كل مدخلات الالبان بتاعتك، او ما مش قادرين نسيطر خلاص بندي بدايل اللبن او الفورمولات الجاهزه اللي هي متكونه من احماض امينيه بعيدا عن بروتين اللبن.